أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل فينياليس وسفراء فرنسا وألمانيا والاتحاد السويسري للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية. ووضع العليمي السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من السعودية ودولة الإمارات. كما ناقش تداعيات الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 43 لسنة 2022 قضت المادة الأولى منها بتعيين العقيد الركن عامر عبد الله محمد بن حطيان أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ويرقى إلى رتبة عميد. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية رقم 44 قضت المادة الأولى منها بتعيين العقيد الركن ناصر صالح محمد حسين الوادعي أركان حرب اللواء 135 مشاة ويرقى إلى رتبة عميد. هذا وصدر القرار الجمهوري رقم 28 لسنة 2022 وقضت المادة الأولى منه بتعيين عامر سعيد سالم العامري وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء. حمل المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية استمرار الحرب وتقويض جهود السلام في اليمن. وقال ليندر كينغ إن الحوثيين يقوضون فرص إحلال السلام بما في ذلك تأمين اتفاق هدنة جديدة بين الأطراف في أكتوبر الماضي وتقديم مطالب مجحفة ورفضها فتح الطرق إلى مدينة تعز التي تخضع للحصار منذ 2015 فضلا عن سلسلة من الهجمات الأخيرة التي تهدد ضد الشحن البحري الدولي. هذا وثمن ليندر كينغ جهود الحكومة في دعم جهود السلام أمام تعنت الميليشيات الحوثية. أقر البنك المركزي اليمني أول حزمة من العقوبات المالية ضد ميليشيات الحوثي وشملت تجميد وحظر التعامل مع 12 شركة للانقلابيين. ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي والذي قضى بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية. وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم. هذا الموجز إلى اللقاء.